وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيدا عن مكة في نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم. فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج: يا أبتاه، إنما حالنا ورزقنا على الله. فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب. فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع، وأخذ الصبية الصغار يتضاغم بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب. فبينما هم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة، فلما رأى البيت أصابه العطش فطلب ماء، والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم. بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صرة، فأخذتها الفتاة وهي تقول: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. توجب لك رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون اللي بعدها ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.